السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بدوره تدريبيه وندوه حواريه حول المحتوى الهابط اللي قامت فيه وزاره الداخليه بالتعاون مع منظمه اليونسكو، وبالتاكيد انه وفق التحديات اللي جاي نعيشها بالوقت الحالي في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللي نقدر عليه نقول هابط بدرجه فظيعه جدا. كل يوم حلول لهذا الموضوع راح نكون وياكم بها، ومن خلال هاي الحلقه النادره خليكم. أعطيكم مثل عن أنواع من الفئات التي تستوجب الحماية الخاصة ومتابعة شؤونهم فيما لو تم الاعتداء عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من هذه الفئات المسلمين، من هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الألوان الملونين يعني اللي لونه أسود أو كذا، من ضمنهم المهجرين والنازحين والفئات التي تركت بلدانها وجت تعيش عندنا، أيضا ذكر الـ LGBT اللي هم المثليين الجنسيين، طبعا في مجتمعاتهم احنا بالنسبة لنا ما تمشي عندنا، لكن ذكر هذه الفئات، النساء على رأس القائمة طبعا من الفئات التي توفر لها رعاية خاصة وحماية وفق أنظمتهم في هذه المنصات حتى تحظى باستخدام صحيح. ويذكر أيضا أن التعاون مع منظمة اليونسكو في هذا المجال على اعتبار أنها هي من وضع الأدلة الخاصة بهذه المعايير مهم جدا، وضروري أن يكون هنالك أيضا تعاون على مستوى آخر من هذا العمل، وهو قضية التحقيق في البصمة الجنائية والرقمية، الدليل الرقمي كما يسميه. ويذكر مثل من بلده، يقول يوم أمس حصل أن هنالك إشاعات أثيرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن أحد الأشخاص الذين يعملون في قطاع الزراعة، وهذه الإشاعات تسببت بأن تتداولها الكثير من المنصات وانتقلت إلى مستوى أنها أصبحت إحنا نسميها ترند عندنا، أصبحت ترند. وهذه الإشاعات خطيرة جدا إلى درجة أنها أثرت على وضع الاقتصاد عندنا إلى حد ما والأسعار، لذلك اضطرت البوليس عندهم الشرطة أنه أولا هذا الشخص بدت مو بس اللي يروجون الإشاعة عنه، بدت أكو جهات تهدده وتريد تهاجمه، فأخذتها الشرطة حطتها بمكان آمن وسوت بنفس الوقت حمته، وإن كانت يشاع أنه هو من بدأ هذه العملية بس أخذوه حتى يحموه. بعدين سووا تحقيق والتحقيق جار لحد اليوم، يتأكدون من المصادر التي تداولت هذه الإشاعة ونفخت بها وطورتها إلى هذا الشكل، وبعدين يتأكدون أيضا من الجهات الخبيرة والمعنية هل فيما لو ثبت أن هذه المحتوى هو صحيح من عند صادر، وبناء عليه تداولته الكل، هل أن هذا المحتوى يندرج ضمن معايير التجريم المتبعة في البلد عندهم؟ لو ما يندرج حتى بناء على هذا الإجراء يبدون يتخذون، فابتداء يحموا بعدين يتحققون بصورة صحيحة، وأنه بيرجعون يشوفون يطابقون هذا المحتوى هل يتماشى مع المعايير أم لا. يقول ايضا ان هنالك حوار اساسي مع منصات التواصل الاجتماعي التي هي تعد المنصه الاساسيه التي تنطلق منها هذه العمليات. نحن كل شغلنا وكل اجراءاتنا بعيدا عن الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي واداراتها والمعنيين بها بالعمليات وغيره، هاي من راح يكون عملنا غير منتج، لان راح نبدي نبحث في مكان مليء وما بامكانيه الولوج الى هذه الاسس، وبالتالي ما نعرف هذا المحتوى فعلا منين انطلق وشلون انطلق ومن انطلقه، هل هو مزيف، هل هذا الصفحه وهميه، هل كذا. يقول هذا الحوار اساسي، فلذلك هو يرى انه النقاشات اللي مثل هاي مع حضراتكم اليوم ومع المنظمات الدوليه لازم تشرك بها منصات، وبالتالي احنا راح ننطي فرصه لهيئه الاعلام والاتصالات. ايضا استاذ حسين ماشي باجراءات مع مجلس المفوضين في الهيئه من اجل الوصول الى منصات الرقميه وكيفيه التعاون معهم، فتح منافذ حتى بدل ان تبقى الداخليه والجهات التحقيقيه تحقق باجراءات وما تعرف ومحجوبه ما تقدر توصل، لان سياسه الخصوصيه تمنعها لدى المنصات، لا ممكن ان تكون اكو ثغره مفتوحه حتى يقدرون ايضا يعززون المعلومه والتحقق
يعني شوف ايش قد بسيطه لو صارت المنصه موفره الموفره للجهه اللي قبضت على هذا الشخص حتى تتحقق من الاشاعات اللي بثت انه المنصه تقول لهم هذا اول واحد نشر وهذا هيك وكذا وكذا تعطيهم مواصفات يعني تعطيهم المجال انه يدخلون ويلجون الى هذه المنصه ويحققون بها بصوره صحيحه. طبعا هو يشكركم جزيل الشكر ويثني على هذه الجهود ويقول انه سيكون في الاسابيع المقبله ان شاء الله بعد منتصف شهر التاسع في بغداد او في شهر العاشر سيكون هنالك نشاطات ايضا مع الجهات التي يعمل معها والتي هي معنيه ايضا بالتنسيق مع شبكات التواصل الاجتماعي بالعالم الادارات العامه. نحن نسعى الى فتح نافذه للقضاء للداخليه ولهيئه الاعلام والاتصالات مشتركه، هو انتقل مؤخرا الى هذا الجانب من العمل وبالتالي فتحنا معه هذه الافاق. يقول ان شاء الله راح نتبادل الخبرات معكم ايضا وراح اكون احب التقي بكم لما اجي خلال الفتره المقبله ويصير عندنا فد لقاء نقدر ايضا وجه لوجه نتناقش به ونعرض ما هي الامكانيات اللي ممكن ان نساعد بها وبالمقابل ايضا حضراتكم تكونون وصلتوا الى مراحل لربما في الاطلاع على هذه التجربه والتجارب الاخرى الدوليه وتعزيز تجربتكم في وزاره الداخليه حول هذه المنصه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبداية أردنا نتحدث أنه هاي الدورة اليوم شنو مضامينها تخص يا وزارة بالتحديد؟ نعم يعني طبعا بالبداية احنا شكرنا وتقديرنا للأمم المتحدة المتمثلة لمنظمة اليونسكو حقيقة مبادرتها في الدورة التدريبية لرفع قدرة كفاءة العاملين في وزارة الداخلية وبالتحديد كانت هناك يعني حضور لإدارة العلاقات والإعلام وكان هو ذا التحديد وقسم الشرطة المجتمعية الذين تناولوا موضوع او تعاملوا مع موضوع منصه تبلغ ومعايير المحتوى الهابط وبالتالي الاجراءات القانونيه المتخذه بحق اصحاب المحتوى الهابط. اليوم الاجراءات والقوانين هاي فعلا فعاله ساريه المفعول تجاه اصحاب المحتوى الهابط؟ نعم اكيد الجهات التنفيذيه يعني هي وزاره الداخليه تعمل وفق المظله القانونيه اللي تعتمدها وزاره الداخليه حسب القوانين النافذه والتشريعات التي تنص عليها القوانين العراقيه وبالتالي كل المحددات هي على انضباط عالي. في حال انه اليوم هذا الدوره اليوم شملت الوزارات ممكن انه بعد غير فئات راح تشمل هاي الدوره؟ نعم ممكن. هنا الدورة التدريبية حقيقة يعني انطت وعي أكثر وانفتاح أكثر على القوانين العالمية وكيف التعامل مع هكذا أمور كمحتوى سيء والتشريعات والمنصات المماثلة لمنصة تبلغ وبالتالي رفع كفاءة وقدرة العاملين بهذا المجال. اليوم بدنا نتحدث عن الدورة التدريبية بخصوص أصحاب المحتوى الهابط وضوابط المحتوى الهابط بشكل عام خصوصا أنه وزارة الداخلية هي اللي متبنية الموضوع ببرنامج من خلال منصة. بالبداية خلينا نتكلم عن منظمة اليونسكو اللي نظمت اليوم ورشة عمل بخصوص محاربة المحتوى الهابط بالتعاون مع وزارة الداخلية في فندق قصر الإعلام في بغداد. محاربة المحتوى الهابط يعني كان ودائما يكون ضمن أولويات منظمة اليونسكو وأعمالها ووزارة الداخلية. حضر الورشة طبعا على رأسهم اللواء دكتور سعد معن وعدد من ضباط ومنتسبي الشرطة المجتمعية. دار به هذه الورشة انه كيفية محاربة المحتوى الهابط وكيفية معالجته وكيفية تحويل من يحاول ان يستخدم المحتوى الهابط الى محتوى هادف من اجل عراق افضل، يعني تنشئة اجتماعية صحيحة. العقوبات اللي ممكن تكون اتجاه اصحاب المحتوى الهابط؟ شوف هذا موضوع العقوبات اختصاص القانون يعني ما انتم ما خليتوا ضوابط تجاه هذا الموضوع وفق القانون قوانين اللي ممكن تصدر من قوانين تصدر من الجهه التشريعيه القضاء وزاره الداخليه سلطه تنفيذيه. ايش قد نقول حدينا من هاي الظاهره بعد انطلاق منصه بلغ كثير
وكثير حولنا من أصحاب المحتوى الهابط إلى محتوى هادف، يعني عنده شعبية. محتوى كان هابط حولناه إلى محتوى هادف. شلون حولته؟ معالجة هذا هاي الأمور ومتابعتها. هنا هاي بلشت، يعني مو انه فقط انه عنده محتوى هابط انه لازم تجرم فعله وكذا، شوف عنده شعبيه خلص نحول من محتوى هابط الى محتوى هادف. وبهيك حاله هو ايضا فاد فئه من المجتمع، فئه من الناس. زين، بخصوص اللي مسجونين اللي بقوا بالسجن اصحاب المحتوى الهابط، كلهم طلعوا تجاه هذا الموضوع؟ كلهم خرجوا من السجن لو حولتوا محتواهم؟ لا، كثير منهم تحولت محتواهم، يعني تحول محتواهم اكيد. المسيء بعد هو ينال جزاء. موضوع المحتوى الهابط ودخول يعني وزارة الداخلية على هذا الخط، يعني هو حقيقة مرة نقول كان مستعجل ومرة نقول كان واجب وضروري بهذا الوقت. المستعجل انه على اعتبار انه وفق القانون انه هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة الحصرية المسؤولة عن تنظيم الإعلام في العراق، لكن المشكلة انه مثل ما تفضل الدكتور ضياء، مشكلتنا بالعراق انه تأخر قرار القوانين ادى الى عدة مشاكل عندنا بالعراق، اللي من ضمنها ايضا قانون هيئة الإعلام والاتصالات، على اعتبار انه القانون عندما كتب القانون الاول اللي هو قانون سلطة الائتلاف المدني في حينها سلطة بريمر، لم يعالج الكثير من القضايا، عالج فقط موضوع ما يبث من قبل المؤسسات الإعلامية، لكن في حينها هو أشار إلى موضوع أنه تنظيم الإعلام الإلكتروني، لكن لم يضع لها محددات، لا توجد أبواب لتنظيم الإعلام الإلكتروني، إنما فقط اختصرت على موضوع تنظيم الإعلام الذي الصادر عن مؤسسات إعلامية مرخصة، لم يتكلم عن الإعلام أفراد، ولهذا نقول أنه كان دخول وزارة الداخلية على هذا الخط وجوبي لمعالجة الكثير من الإشكالات والخطايا، ومعالجة لربما حتى مسار المجتمع اتجه إلى غير مسار بسبب المحتوى الهابط الذي انتشر بشكل خلينا نقول فظيع في مواقع التواصل الاجتماعي. لربما كان هنالك لو استخدمت وزارة الداخلية اعتمدت على هيئة الإعلام والاتصالات في موضوع تحليل المحتوى، على اعتبار أنه لدى الهيئة لائحة قانونية ملزمة لجميع وسائل الإعلام أن تلتزم بها اللي هي لائحة قواعد البث الإعلامي. اللائحة عالجت كل القضايا حتى فيما يخص المحتوى المبث على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تصل إلى الأفراد، يعني مو من حق الهيئة أن تحاسب الأفراد، ولهذا بقي الأمر متروك لحين ما دخلت وزارة الداخلية لمعالجة هذه الإشكالية. اللائحة عندما كتبت هي كتبت بناء على نصوص موضوعة من منظمة اليونسكو، يعني نصوص أممية معتمدة لدى جميع الدول، لو تم الاعتماد عليها لربما لم نسمع هنالك أي اعتراضات على الداخلية، إذا كانت اعتراضات داخلية أو اعتراضات من منظمات دولية، الاعتبار أنه هي اللائحة اعتمدت على المادة 38 من الدستور فيما يخص حق التعبير، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن أيضا هذه ما تتحدث عن موضوع حماية حق التعبير، أيضا عندنا المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللي يتنص على أنه حق التعبير أيضا محدد، يعني غير مطلق مثل ما يصور عندنا بعض الإعلاميين أو حتى الأفراد، وحتى الأفراد يتكلم عن الأفراد أنه حق التعبير مقنن وليس مطلق مثل ما لربما يعتمد بعض خلينا نسميهم
النشطاء او المشاهير في السوشيال ميديا انه حق التعبير او الماده 38 من الدستور لم تحدد حريه التعبير وانما بقيت مطلقه. انا بس يعني اتحدث عن هذا النص اللي هو من الماده 20 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اللي يقول ان حق حريه التعبير عن الراي يخضع لقيود اللي هي احترام حقوق وسمعه الاخرين وحمايه النظام العام والمصلحه العامه والاخلاق العامه وتحدد بان اي تاييد للكراهيه على اساس قومي او عرقي او ديني يعد تحريضا على التفرقه او الكراهيه او العنف ويجب حظره لذا فان الالتزام كذا. يعني انه هذه كل هذه الفقرات هي اعتمدت لدى وزارة الداخلية فيما يخص موضوع التعامل مع المحتوى الهابط. هذا فيما يخص اللائحة، لائحة قواعد البث الإعلامي. أتكلم على بعض النماذج اللي لربما تقدرون تستفادون منها، وأنا أقدر يعني من خلال الأستاذ حيدر نقدر نوصلها لكم تعتمدوها هذه اللائحة، اللي هي على سبيل المثال أنه الباب الأول أنه منع التحريض على العنف والكراهية وبها تطبيقات عند عدم بث أو إعادة بث مواد تهدد السلم الأهلي أو تحرض بشكل مباشر على الانحلال الإخلال عفوا الإخلال بالأمن العام. على سبيل المثال عندنا بعد بث أو إعادة بث مواد تروج لأي شكل من أشكال الإرهاب، إبداء أقصى هاي التوجيهات إبداء أقصى درجات الحرص في تقديم المواد والمقابلات التي تتضمن وجهات نظر لأشخاص، عدم بث مواد تشكل تهديد للنظام الديمقراطي، عدم بث مواد تمجد الجرائم على أشكالها وصورها، الابتعاد عن نقل التصريحات العاطفية والدعاية التي تصدر عن أي فرد اللي هذا بالإمكان نتعامل معها مع الأفراد وليس مؤسسات، وعدة أبواب وعدة مواضيع فيما يخص موضوع حتى الموضوع الديني حتى إعادة مواضيع خاصة بث بهذا الموضوع. احنا حقيقة الهيئة من زمان مثل ما قلت لكم اكو نص موجود بالقانون بالامر 65 اللي هو موضوع تنظيم الاعلام الرقمي. مرة الهيئة تأخرت به ومرة لا، انه اكو محددات اخرى خلت الهيئة تتأخر اللي هي موضوع قانون جرائم المعلوماتية. وايضا قانون حق الحصول على المعلومة. وقانون قانون بعد من عندنا دكتور ما حق التعبير حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر وحق استخدام الاتصالات والمعلوماتية. هذه تأخرت كل هذه القوانين أدت إلى أيضا تأخر الهيئة في موضوع تنظيم الفضاء الإلكتروني على اعتبار أنه ما عندنا محددات كيفية التعامل مع الفضاء الإلكتروني بشكل عام. تتعرفون عندنا مشاكل الإعلام الإلكتروني بالعراق هي مشاكل كثيرة، الإنترنت غير مسيطر عليه في العراق، ولهذا الآن أكو مساعي بالتعاون مع منظمة اليونسكو في الإعلام والاتصالات من أجل التواصل الاجتماعي، لأن بدون التواصل وبدون وجود مكاتب لشركات التواصل الاجتماعي ما راح نقدر نسيطر على الفضاء الإلكتروني. لو وجدت مكاتب لشركات التواصل الاجتماعي في العراق أو حتى لو لم توجد مكاتب إنما هنالك اتفاقيات تم الاتفاق عليها مع شركات التواصل راح تفيد الهيئة بشكل خاص والأجهزة الأمنية أيضا بشكل خاص آخر، على اعتبار أنه بالإمكان راح تسمح تفتح فد نوافذ محددة للأجهزة الأمنية يقدرون من خلالها يوصلون لبعض المواقع المبهمة، على اعتبار عندنا الآن صفحات يعني مشهورة وعندها جمهور كلش كبير وتقدر توجه المجتمع يعني توجهات معينة. على سبيل المثال اللي عندنا ست أشواق أم القانونية وغيرها وكذا عندهم جمهور كلش قوي جمهور مؤثر يعني أصبحت صفحات مؤثرة، لكن هل لدينا القدرة أن نصل إلى صاحب هذه الصفحات؟ الكثير من الصفحات لربما هنالك بعض الصفحات يديرها شخص ما متمرس في موضوع تكنولوجيا المعلومات، لكن هنالك بعض الصفحات قد تكون لجهات معينة متمرسة في موضوع وعندها إمكانات في موضوع تكنولوجيا المعلومات من المستحيل تقدر توصل إليها إلا من خلال وجود نافذة من شركات التواصل الاجتماعي تقدر تحدد لك المكان اللي يبث منه المادة أو الاستخدام وكثير من الأمور اللي تقدر توصلنا لهذه الجهات. ما مرة تكون أمنياً ومرة تكون تنظيمياً، اعتبار أمنياً فيما يخص المحتوى الهابط وغيرها تقدر الأجهزة الأمنية توصل
لهذه الصفحات. واكو امر اخر اللي هو الامر التنظيمي، على اعتبار انه في حال صار هنالك اتفاق مع شركات التواصل الاجتماعي، انا راح اقدر الزم كل الصفحات او كل الوكالات الاخباريه او حتى التجاريه منها انه تخضع لموضوع التنظيم الاعلامي، وبذلك راح تكون خاضعه للائحه قواعد البث الاعلامي اللي تنظم المحتوى الاعلامي وفق منظور القوانين الدوليه المرعيه بهذا، وايضا وفق القوانين العراقيه في حال اقرت القوانين الاخرى المتصله في موضوع حريه التعبير وايضا حمايه حق الافراد فيما يخص المحتوى الاعلامي. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ حسين، وحقيقه نحن نامل ان تاخذ الاجراءات التي بدانا بها وفق الخطه التي نعمل عليها حاليا، وايضا وزاره الداخليه هي اكيد يعني بكل تاكيد هي طرف اساسي في ان نصل الى كما وصلت بقيه دول العالم، نصل الى مرحله نستطيع ان نفتح هذه البوابه المغلقه حتى على اقل تقدير من يحاول ان يستهدف الجمهور، الناس، الافراد بامنهم، بسمعتهم، بحقوقهم سواء كانت اقتصاديه، ثقافيه الى اخره، يستطيع الدوله ان تضع او الحكومه ان تضع يدها على هذه على هؤلاء المهاجمين، هؤلاء الجنات، وبالتالي نوقف افلات هؤلاء الجنات من العقاب. طبعا قبل ان نفتح باب النقاش احنا ننتقل الى النماذج، انا عرضت لكم وراح اعرض لكم بعض النماذج الدوليه. هسه احنا ابتداء عرفنا ثلاث تعاريف اساسيه للضرر والاساءه واللا قانوني، وهي الاساس اللي يبنى عليه التجريم الدولي والتجريم في الانظمه الدوليه الاخرى العالميه، وعرفنا المعايير الاساسيه وعرفنا بعض الحدود لهذه المعايير. نجي على الادوات، ما هي الادوات التي تستخدم لدى دول العالم على اقل تقدير اللي كانت سابقتنا اكثر من 26 سنه في هذه التجربه؟ على سبيل الاعتبار المثال لدينا لجنة الأمان الرقمي. لجنة الأمان الرقمي مثل ما راح تنفتح أمامكم هي لجنة أنشئت لحماية العائلة. هذه اللجنة اي سيفتي كوميشنر، هي مثل ما عندنا الكوميشن هي هيئة أو لجنة، هذه معنية بحماية أمن العوائل من كل ضرر يلحق بهم. فأنت سواء كنت موظف، كنت عامل، بغض النظر طفل، وتعتبر أن هنالك ضرر يلحق بك، هي منصة مشابهة للمنصة اللي موجودة في وزارة الداخلية، تعتمد على تغذية قادمة من الأفراد. أنت تبلغ، تدخل إلى هذه المنصة وتضع بلاغك، تروح على القسم اللي يخصك. طبعا هنا مخلين الاكاديميين بالمرحله الاولى، مدرسين واساتذه الجامعات، الادوكيترز، لان ذول الادوكيترز يقول هو اللي يثقف المجتمع، هو اللي يعلم، هو اللي هذا اذا انضرب انضرب كل مجتمعي. فالمدرس والمعلم والاستاذ الجامعي هو الاساس، احميه ابتداء. ليش؟ لان هذا جاي ينشئ الجيل، وجاي ينشئ مو بس جيل، يعني من الطفوله الى ان تصير رجل قادر على ان تمارس المهنه والحرفه بالمجتمع وتمارس اختصاصك، انت اصبحت انسان اساسي، شخص اساسي بالمنظومه الاجتماعيه. بعدين الاباء، بعدين الشباب، بعدين الاطفال، النوبل النساء، النوبل سينيورز كبار السن، النوبه ياخذ الفيرست نيشنز اللي هم الاعلام. شفتوا هذا اللي طلع قبل فتره يستهزئ باحد الاشخاص اللي هو شو اسمه هذا العزيز؟ العزيز شو اسمه هذا اللي يطلع العزيز بعد انتشر من لزم هذا الشخص اللي يقول لنا انت وشنو يعني روح تسافر انت ويستهزئ بي واهانه، يعني حتى وسائل اعلام عالميه اخذتها من ضمنها الجزيره والعربيه وقالوا انه مراسل يستهزئ بمثقف عراقي واديب معروف ورحاله وقاص من ادب الرحلات. هنا مخلين فيرست نيشنز، شنو ذول؟ يقول ذول الوجوه، الوجوه الأدبية، الوجوه الثقافية، يعني من ضمنهم احنا يجوز عندنا الوجوه ايضا حتى رجال الدين. فانت من تستهدفهم ذول لهم خصوصية. بعدين يجي على الكوميونيتيز، المجتمعات، اكو مجتمعات اقليات، اكو مجتمعات منسحقة، اكو فئات معينة عندنا، ذول يوفروا لهم الحماية. بعدين الاندستري، ارباب الصناعات،
لربما عندنا صنعة في الكلونية مثلا يجون يتنمرون عليه بحيث هذا يضطر يعزل ويعوق، يقول لك هذا جزء من ارثنا وحضارتنا. شوف التصنيف مال هاي الاي سيفتي كوميشنرز، الاي بمعنى الكترونيك، سيفتي سلامه او امان، كوميشنر هيئه الامان الرقمي. هاي تجربه اخرى، الشبكه الدوليه لمكافحه المحتوى المقيد عبر الانترنت. طبعا اكو محتوى جمعوا بكل المصطلحات، قالوا احنا حتى ما نشعب المصطلحات، نسميه محتوى مقيد. هذا المحتوى سواء غير قانوني، ضار، مسيء، هابط، هذا احنا نحاسبه. طبعا هاي بكل اللغات. بس ابتداء ذولا صار لهم 10 سنين من تأسسوا لحد الان كشبكة عالمية، تشوفوها كشبكة عالمية من 52 دولة، ابتداء يركزون على الاعتداءات الجنسية اللي تطال الأطفال عبر الانترنت. يقول لي ان هذا الطفل اذا سقطته اخلاقيا اصبح عنصر غير سوي. واذا صار عنصر غير سوي بالمجتمع، شوف شبكة عالمية 52 دولة، بكل دولة اكو خط. هاي شنو الشبكة الدولية تنتمي لها؟ اذا انتميت لها انت كدولة اليوم كعراق صرت 53، شو يجيبون؟ يأسسون ببلدك خط ساخن ماخذ كل الامتيازات والتراخيص الداخلية، القضاء مرخصين. هذا الخط الساخن شو يسوي؟ ابلاغ. تشوفونها هاي بالاصفر، ابلاغ، تروح على ابلاغ. هذا الخط الساخن موجود كعمليات مرتبط بالاجهزه الامنيه، تبلغ انت انه عندي مجموعه من الاطفال او عندي محتوى دا يستهدف الاطفال بس ما نقدر نوصل له كدوله. يختارون مثلا ايش قد الاطفال يشوفون، منو اكثر فيلم كرتون يشوفوا مثلا على اليوتيوب، شنو الاغاني الاكثر، تبدي الاعلانات كل شويه وزارقه للطفل كل شويه، واحنا ما نعرف نقيد اهالي. اذا تسمح اكو موضوع تكلمت فيه قبل فتره وانا جربته واقعا، يعني امر تجريبي. عندي ابني مرات مثل ما قال قبل شوي دكتور ضياء، ويا الاكل اللي يحتاج الموبايل يلا ياكل. فتابعت يتابع هو اكو هي اشبه باللعبه، يدخل ببنايه ويفتر هيك نفس اللعبه مبثوثه بث على اليوتيوب، وكل باب يفتحه يطلع له مثل شكل وحش او كذا. هذا انا من الزم الموبايل ما موجوده هاي اللعبه، هي تطلع له بالريلز. جربت اكثر من مره ما تطلع. اذا انا وياه نفتح الموبايل ما تطلع هاي الالعاب. اذا الوحده هو قاعد، طبعا هو يشغلها بس ما اعرف شنو الموضوع اللي هذا اللي يحس به، هو خايف منها بس دي يبقى يتابعها. يعني هي جرمه يعني، بس هو خايف منها. يعني اكثر من مره انا اجي القى اقول له ها امور ايش عندك مثلا، ها طلع لي الوحش، ليش ما توفر لي؟ ما اعرف ايه بالضبط شنو اسمه، اي بس القصد يعني انه شوف المحتوى اللي يصير. اذا الطفل واحد قاعد بتطلع له اشياء، يعني هواي اشياء، او يعني خلينا نقول حتى موضوع اباحيه او موضوع تخويف الطفل تخليه. يعني قبل فتره رحنا النجف دخلنا فندق، يعني بيتنا فندق، فالممرات مالتهم هذا الكهرباء الالكترونيه الحساسات، من توصل الجوال الله يشتغل، فالممر قدامنا اظلم، فهو خايف يقول لي باب راح يطلع لنا وحش قدامنا. قصد انه هاي مواقع التواصل تبث اشياء للاطفال، اذا اهلهم ما موجودين يمهم اكو في التحسسات او حتى ما اعرف، يعني هسه اكو فد اشياء انه من خلال الكاميرا يقدرون يراقبون الطفل، يطوي يبثون له فد مواد انه ما تريدها العائله او المفروض تحجب. شوف اللي حكاه استاذ حسين موجود وعند اطفالي ايضا، يعني انا اطفالي اللي يعانون من هاي القضيه. الحل مالته بسيط بثلاث خطوات. سويت عليه محتوى ونزلته على تيك توك، شلون تقدر توقف التجسس الالكتروني على جهازك؟ كل تطبيقات التواصل الاجتماعي ابرمت اتفاقيه ويا ميتا فاس قبل سنتين. شو تقول هاي الاتفاقيه؟ انه احنا نخول ميتا فاس تطور تقنيات ذكاء اصطناعي تسمعك وتشوفك وتعرف شو تريد من خلال الفيسبوك، وبالتالي تنطي اعاز يوتيوب، تنطي اعاز الانستغرام، تنطي اعاز تيك توك، جميع الحسابات اللي عندك هاي تاخذ من اللي عندك. فانت حتى توقف هاي العمليه، بحيث لان الفيسبوك استشعرك انت، بدا يتجسس عليك، عرف انت صرت ويا ابنك، يبدي ما يطلعها من ابنك، يستفرد يعرف ابنك وحده لان كاميرا جايه ترصده فيشتغل. فهاي ايش تسوي؟
سويت عليها محتوى شلون تقدر توقفها. تدخل على السيتنج بالفيسبوك، عندك الاعدادات، تدخل على الاعدادات، من الاعدادات وين تنزل؟ تنزل على اوف فيسبوك اكتيفيتي، مأشر عليها بالاحمر اوف فيسبوك اكتيفيتي، اوقف النشاط التفاعلي للفيسبوك، اوقفت النشاط التفاعلي اضغط على النشاط التفاعلي هذا اللي قدامه الاحمر، اضغط عليه. من تضغط عليه وين راح يدخلك؟ راح يوديك لهاي الخانه. هاي الخانه ايش بيها؟ تنزل اكو سيلكت اكتيفيتي ديسكونكت كلير هيستوري، تضغط على كلير هيستوري، نظف تاريخ الاستخدام. نظفت تاريخ الاستخدام وين ينقلك؟ ترجع بعدين شو تسوي؟ نظف الكلير هيستوري، بعدين ارجع باك بهذا السهم الفوق، السهم هذا الفوق، ارجع باك، روح على ديسكونكت فيوتشر اكتيفيتي، افصل او عطل النشاطات المستقبليه. عطل النشاطات المستقبليه، كلكم شايفين تفكر اليوم تشتري معرض او مروحه او مبرده او سبلت، راسا يطلع بالفيسبوك اعلانات السبالت، تفكر تشتري مكياج طلعت عندك، تفكر تروح لفلان مكان يبدي يطلع لك قمصان وبناطير. هاي ليش؟ لان عندهم تطبيق ذكاء اصطناعي، حتى لو طفيت الموبايل هو دا يرصد صوتك والاصوات المحيطه بالغرفه. هسه احنا مو دا نحكي كنا كلكم راح يطلع عندكم، بس انا ما يطلع عندي لان انا معطل هاي الميزه. هاي يسموها الاميه المعلوماتيه، محضر لكم كتب بيها دليل متكامل شلون تقدرون تعطلون التجسس الالكتروني على اجهزتكم. مو هسه، مو هسه، استريح، لا ياخذون الكتب ويطفرون الجماعه. الدكتور قال خليها بالاخير وين الشهاده. فهذا الخيار، ثلاث خيارات، تروح على العام سيتنج على الاعدادات، من الاعدادات تنزل على كيك اوف فيسبوك، تضغط عليها توديك على هاي الخانه، تروح على كلير هيستوري اول مره، ما يتفعل هذا الخيار الثالث الا تاخذ الخيار الثاني، دوس كلير هيستوري راح ينظف لك النشاطات مالتك كلها اللي رصدها الفيسبوك، خازنها، راح تطلع عندك لسته طولها سنه سنتين، ايش قد انت صار لك راصد شو تريد انت وش تحب وش تكره، تسوي لها ديسكونكت فيوتشر اكتيفيتي، خلاص بعد ما يقدر يتجسس عليها لا هو ولا اليوتيوب ولا غيره. اذا عندك كم جهاز بالبيت؟ عندك ثلاثة اجهزه، اربع اجهزه، سوي لها نفس الفقره، عندك خمسه سوي لها نفس الفقره. تجي على خطوه ثانيه حتى تربط، لان يعني ابو اليوتيوب ايش دا يسوي؟ ابو اليوتيوب عنده قناتين، يعني القناه الاولى اللي ياخذ منها الفيسبوك يغذيه تغذيه مباشره ذاتيه. القناه الاولى مالته شنو؟ هو عنده داله رصد من تشغل الطفل اليوتيوب، بس شغلت له اليوتيوب، واغلبيتنا نشتغل على اليوتيوب، بدا يرزلك. شو تسوي انت؟ تروح على الاعدادات، صفحه اليوتيوب اكو خطوط ثلاثه، تضغط عليها طلعت لك اعدادات، تضغط على الاعدادات، من ضغطت على الاعدادات تطلع لك خيارات، من خيارات اللي طلعت لك اعداد المحتوى، حفظه، اعداد المحتوى، تضغط على اعداد المحتوى، بالعربي تقييد المحتوى، تلقاها طافيه شغلها، تقييد المحتوى تلقاها طافيه شغله، بالانجليزي اسمها ريستريكت مود، ريستريكت مود اذا كان اليوتيوب عندك بالانجليزي على الشاشه، ريستريكت مود سيتنج كونتنت سيتنج ريستريكت مود، بالعربي الاعدادات اعداد المحتوى تقييد المحتوى، فعلها خلاص حتى اعلانات بعد ما تطلع الطفلك. هاي الاميه المعلوماتيه، احنا كنا عندنا جلسه حديثه ينزل ال 14 كنا نروح نشتري حتى لو نداين وناخذ بالفايز من ابو الكيكات، ينزل المدري من ونروح نجيبه وهكذا. بس بنفس الوقت شو نسوي؟ احنا الموبايل عندنا، اخذ له صوره، نزل صورتك وراح، ما عندنا ثقافه معلوماتيه. هاي الميديا انفورميشن ليترسي، هاي الديجيتال انفورميشن ليترسي. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم وبالتالي مع استاذ ضياء ممثل منظمة اليونسكو. حقيقة ما طرح اليوم بالدورة التدريبية خصوصا عن موضوع التضليل ومحتوى الهابط مواضيع ومعلومات قيمة، ممكن وحسب ما شفت انه الجهات المعنية كحكومة عراقية تخفل بعض الاشياء اللي موجودة. هو بكل تأكيد هذا العالم عالم جديد علينا، العراق دخل هذا العالم متأخر جدا وقد سبقنا العالم بأكثر من 26 سنة، يعني تقريبا عقدين ونص. لذلك نحن نفتقد إلى الثقافة المعلوماتية
نفتقد إلى الدراية الرقمية، نفتقد إلى ثقافة التعامل مع التقنيات الحديثة، والتقنيات في تطور مستمر، لذلك أصبحت هنالك هو بين هذا المجتمع ومجتمعات أخرى، وحتى في داخل المجتمع العراقي اليوم لدينا فئات عمرية أصبحت لديها القدرة والقابلية والمكنة من التعامل مع التقنيات والأجهزة الحديثة لا يمتلكها اليوم الكبار والشباب وكبار السن والأعمار المتوسطة. لذلك اليوم لدينا مشكلة أساسية في مجتمع المعلومات، نحن نسميه مجتمع المعلومات، نحن مشكلة بقدر ما خطورة أيضا. أكيد أكيد، هي المشكلة دائما لأما تكون لها مراحل ومراتب، ومن مراتب هذه المشكلة أنها قد تنتقل إلى الأزمة، ومن الأزمة تنتقل إلى التوتر، ومن التوتر تنتقل إلى درجات من الخطورة، هذه قد تعصف بفئات اجتماعية، تعصف بأمن العوائل، تعصف بحياة الناس ومصائرهم والأطفال والكبار. وسمعنا نماذج اليوم تحدثوا بها ضباط الداخلية عن عمليات انتحار بسبب الاستدراج الرقمي، عمليات انتحار بسبب الابتزاز الإلكتروني والرقمي. لذلك نحن نسعى إلى أن نشذب هذه الممارسات، نسعى إلى الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الأجهزة الحكومية. اليوم ممثل هيئة الإعلام والاتصالات موجود مع وزارة الداخلية، لدينا الأسبوع اللي بعده إن شاء الله مع القضاء العراقي، نسعى إلى أن نضع أو نرصن هذه التجربة. منصة تبلغ هي منصة موجود مثلها في كل دول العالم، لكن بمسميات تختلف، المحتوى الضار، المحتوى المسيء، المحتوى اللا قانوني. الهبوط في المحتوى لا يعني بالضرورة تجريم المحتوى، لذلك نحن كأمم متحدة نسعى إلى أن تكون التوصيفات والعناوين واضحة حتى لا تسلب حقوق الآخرين، هذا ابتداء، وثانيا حتى لا تستخدم مثل هذه المنصة أو غيرها في قضايا كيدية أو في قضايا لحجب حرية التعبير وتقييد وتحديد الاستخدام. نعم هنالك ضرورة أساسية لتنظيم المحتوى الرقمي وعمليات الاستخدام والتواصل مع الشبكات العالمية، المنصات الرقمية، سوشيال ميديا، فيسبوك وغيره. بنفس الوقت هذا عبء وواجب على الحكومة أن توصل ما هي المخاطر التي تحدق يتعرض لها من يسيء استخدام هذه المنصات بجريمة، ابتزاز إلكتروني، محاولة الإساءة إلى سمعة الآخرين، استهداف الفئات الاجتماعية كالنساء والأطفال وغيرهم بالإساءة، وبالتالي يضطر هذا إلى أن ينهج نهج قد يؤدي به إلى الانتحار أو يؤدي به إلى الهرب من منزله، وهذا ما حصل واليوم سمعنا أغلب الحالات. نحن نأمل من خلال هذا النشاط وغيره من النشاطات الأخرى إلى أن نصل إلى معايير صحيحة، وهذه المعايير تبنى على قواعد قانونية وممارسات صحيحة حتى يكون هنالك اطمئنان وراحة في وقت من جانب، ومن جانب آخر يكون هنالك معرفة للحدود التي قد تقودني كمستخدم إلى العقوبة والملاحقات القانونية. عندنا المعهد السويسري للقانون المقارن المفوض من الاتحاد الأوروبي حول الحجب والفلترة والإغلاق الرقمي، مش قالت المنصات بعد جدل طويل فيسبوك تويتر ما أدري منو، قالوا لهم إحنا بالنسبة لنا نريد دولة أوروبية مأمونة نثق بها ما عندها أجندات، فرنسا عندها أجندات استعمارية، بريطانيا وكذلك، ألمانيا وكذلك، إحنا نريد دولة مأمونة نتعامل وياها ونخلي عندها تمثيل، إذا يريد يحجب لازم تخاطبون هاي الدولة الأوروبية وهاي الدولة تخاطب نحن نحجب. الحجب والفلترة والإغلاق الرقمي طبعا عندهم، أن تحجب صفحة أو تحجب خدمة على الإنترنت جريمة، كمنصة كفيسبوك مالك يعني هذا مارك وغير مارك وغير ذولا وإيلون ماسك اللي مالك تويتر، هذا يجرم إذا أغلق صفحة جريمة أو إذا فلتر. يعني جاي يصير عندنا بالعراق من تكتب الحشد ما تكتب حشد، تكتب حاء ألف ألحة بعدين علامات علامات شين دال، مو ليش لين تنحجب، هاي فلترة جريمة، هاي إحنا نقدر نقابع عليها فيسبوك وتويتر. ليش؟ لأن أنت جاي تحجب عندي بس في شيء معين، زين ليش ما تحجب الجرائم، الابتزاز، التسقيط، تحجبها، أعطيك مصطلحاتها وأحجبها. دور المنصة الإبلاغ ممكن تطلع كل شهر جلوسري مثل ما جاي يصير بأي دولة بالعالم، كل شهر أكو مصطلحات تعتبر خطاب كراهية أطلعها على صفحة، مصطلحات تعتبر تشهير وتسقيط وسب وقذف أطلعها وأنزلها. تريندات بيها إساءة، بيها إساءة، إساءة للشعائر الدينية، إساءة للأخلاق، إساءة للأطفال، إساءة للنساء، تنمر على النساء، تنمر على هاي أجيبها هاي المصطلحات.
اصنفها وانطيها لمن؟ لابو الفيسبوك. بس احنا ما عندنا قناه مفتوحه على الفيسبوك، لذلك نريد ننتظر تنفتح القناه حتى نبدا اللغمه، وبالتالي ما بس يحجب ابو الامارات يقول احجب الحشد واحجب فلان واحجب يحشدها يحجبها. مو بس ياخذ من ابو الامارات عني، لان الوحيد اللي عنده مكتب للشركات هو الامارات معتمد للمنطقه العربيه كلها والخليج، لذلك ياخذ من عنده. فلذلك الفلاتر تشتغل على فئه بس فئات اخرى ما تشتغل عليها للاسف. لازم الكل يشمل بالفلتره، لو ماكو فلتره تعتبر جريمه واقدر اقاضي الفيسبوك. فلذلك ايش قالوا؟ قالوا احنا كمنصات لازم نخول دوله. جو الاتحاد الاوروبي اجتمعوا خولوا سويسرا لان تاريخها نظيف ما عدا حروب، وهي دوله امنه وهي مستودع العالم المالي والقواعد الذهبيه مال الدول بسويسرا. قالوا نختار من بسويسرا؟ نختار حكومه؟ قالوا لا لا، نختار جهه هي منبع الفلسفه في القوانين العالميه، معهد القانون السويسري. اختاروا جابوا لجنه من الخبراء بهذا المعهد، انتخبوهم فوضوهم. شنو التفويض اللي اعطوهم اياه؟ انه اذا اكو قرار من المنصات بالغلق بالغلق والحجب والفلتره لازم يمر بالمعهد، والمعهد يقول اوكي اغلقوا هذا، فعلا هذا مخالف للمعايير. يقولون ما يغلق ما يغلق. قالوا احنا نخبو الطرفين، الحكومات الاوروبيه 27 و 28 خولوا المعهد، والمنصات قالت نخول المعهد. يعني اليوم العراق اذا يريد يتواصل مثل ما سوت لبنان مثل ما سوت مصر يروح للمعهد السويسري فاتحه، يقول له يا تعال انا مجتمع متضرر وهاي تقارير القضاء 6000 طلاق شهريا الى 5 و 3000 الى 3000 ونص جريمه سببها التواصل الاجتماعي، وانا التواصل الاجتماعي ما قادر اوصل. فيا معهد السويسري بما انه انت عندك اجتماعات اسبوعيه وشهريه مع ممثلي المنصات افتح لي لينك وياك وضمني مثل ما ضميت مصر، مثل ما دخلت لبنان، مثل ما دخلت دول افريقيا، دخلني وياك. غصبا عليه راح يدخل. ليش؟ لان المقرر مال حقوق الانسان بجنيف وين؟ هو مقرر ويمنه بسويسرا. اتفاقيات حقوق الانسان كلها يمنه. لذلك اختاروا المعهد هذا السويسري، هو القاعده اللي انطلقت منها اغلب اتفاقيات العالم حقوق الانسان، لذلك اتفاقيات جنيف كلها عندهم. المحاكم الاساسيه الدوليه كلها عندهم، ما اختارتهم اوروبا اعتبارهم ان يكونون هم مركز يوصل الى يعتبروها اقوى نقطه عندهم الحجب والفلتره والاغلاق، لذلك اختارهم. فاحنا كدوله اليوم اذا نريد نشتغل، انا لو مسؤول بالدوله العراقيه اعوف كل هاي التجارب واروح لهاي التجربه. هاك تفضل. فلترنج بلوكينج اند تيك داون اوف الليجل كونتنت اون ذا انترنت. السويسريين ايش قالوا؟ فلسفه القانون مو مثل البريطانيين سموه ابيوز او ابيوزبل كونتنت، لا سموه الليجل. قال لك انت اذا ابيوز مسيء واذا هارمفول فار هذني الضرر والاساءه تخريجه قانوني لو مو قانوني؟ قالوا مو قانوني. قال له خلص بعد ليش انا اروح اسلم بالفروع؟ اخذ الاصل غير قانوني، محتوى غير قانوني، لذلك سموه illegal illegal content on the internet. وما قال بالمنصات، لان تعريف المنصات يختلف عن مصطلح الانترنت. الانترنت فيه المنصات والتواصل والمواقع والدنيا كلها، فقال لك انا اخذ الكل، لان يجوز هذا ما راح يجرم. مثلا ابو تيك توك ما مبني على نظام الانترنت، نعم احنا نشوفه بالانترنت، من نفتح اي انترنت او جوجل كروم او نفتح فايرفوكس محرك البحث ينقلنا الانترنت، بس ميزه ابو تيك توك تختلف عن ميزه كل المنصات بالعالم. ابو تيك توك يعتمد على البلوك تشين اللي هو النظام الجديد للانترنت بالعالم اللي راح ينطلق ويقضي على هذا الانترنت اللي نعرفه. والبلوك تشين قائم على اختراعه الكوريين، قائم على قبل 5 سنوات ومش عندهم بال 2020 اضطرت اوروبا كانت محاربته اضطرت ان تعتمد على مدة توقف جائحه كورونا، وبالفعل اعتمدت البلوك تشين كنظام بدال الانترنت دول اوروبا مو كلها 16 دوله اوروبيه من 28 وقفوا جائحه كورونا بعد ان كان يوميا مليون يموتون بايطاليا، بس اعتمدوا البلوك تشين بدا يشخص الانترنت الذكي يسموه، بدا يشخص علامات الوجه وصفار العين وكذا، راسا يقول وانت ماشي في الشارع وفايت بكاميرا مال مراقبه بالترافيك لايت
راسا يبدا ياشر اعلان طق عليك ددت المركز مال العمليات لمكافحه كورونا بالمراكز مال خليه المكافحه. راسا وانت ماشي خطوتيا اجوك اتقلق تعال يعني انت قاعد بالمستشفى اللي عندك العلامات وشخصك الذكاء الصناعي. البلوك تشين قائم على نظام الون سيرفر لكل شخص. احنا هسه الانترنت قائم على سيرفر لكل العالم. هذا السيرفر اليوم احنا كل خدماتنا كل اتصالاتنا وين تروح؟ تنطلق لهذا السيرفر اللي بكندا لو بالمانيا لو بواشنطن وترجع من السيرفر. يعني انا هسه من جاي احكي كنت احكي وياك بالواتساب او احكي هذا الشخص البث مالتي والاشاره الداتا ترانسفورميشن تحويل البيانات وين يروح الصوت؟ يروح للسيرفر الرئيسي بسرعه لحظيه ويرجع من السيرفر الرئيسي حتى يمر عليه وكلامه يروح ويرجع لي. فكل بياناتي مخزونه وين؟ بسيرفر واحد بالعالم كله اكبر سيرفرات العالم مخزون ومسيطر عليه دوله واحده. قالوا لا الكوريين لا احنا ما نشتغل بهذا النظام. بدوا يفكرون 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 الى ان اخترعوا ورا 10 سنين البلوك تشين اللي هو نظام الانترنت السحابي القائم على انه انا سيرفر وانت سيرفر. الاتصال بيني وبينك راح يكون غير مار باي جهه اخرى. لذلك امريكا ما تريده ما راح تقدر تتجسس. الدول الاوروبيه السته الكبار ما تريده. اليابان ما تريده. وعلى اساسها انطلقت هواوي للجيل الخامس. لذلك الجيل الخامس والبلوك تشين ما ينطي الفرصه انه تسيطر دوله واحده او مجموعه دول بالعالم. حتى هم الكوريين ما مسيطرين، والصينيين ما مسيطرين على التيك توك لذلك حجبوا عندهم. وجاي يتجاوز الحجب، جاي يطور نفسه ذكاء اصطناعي، شلون ما تحجبه يطور، يتجاوز ويصنع في بي ان عكس الفي بي ان الصنعه، ذولا بحيث قاعدين يصنعون وهذا التيك توك يصنع ما قدروا يسيطرون عليه، خرج عن السيطره. فهذه الامور اللي اقول لكم عليها، لذلك ذولا السويسريين يقولوا لا احنا ناخذ الامور من اكبر من اطارها العام. هاي وحده من المنصات. وشنو العنوان؟ فريدم اوف اكسبريشن، حريه التعبير عن الراي. العنوان الاساسي. بعد ايش عندنا؟ اللجنه الاوروبيه لمكافحه التضليل المعلوماتي. طيب راح يقول لي شنو الفرق هاي ذيك اوروبيه وهاي اوروبيه؟ اكو فرق. الفرق انه الليجل كونتنت المحتوى اللا قانوني، المحتوى الضار، المحتوى المسيء هذا يندرج في عالم. العالم الآخر من الإنترنت بثلاثية ثانية. شنو الثلاثية الثانية؟ disinformation, malinformation, misinformation. المعلومات المضللة، المعلومات المشوهة، فوضى المعلومات. يعني يقول لك أنا مو محتوى ضار ولا محتوى مسيء ولا محتوى غير قانوني. نشرت منظمة الدولية للأدوية والعقارات أن الدواء الفلاني يعالج من الأمراض الفلانية. حتى أجيب وأثبت هذا الدواء يعالج لو ما يعالج والناس بدأت تشتريه لأن النشر بالأنترنت وراح وإجا لازم أجيب مختبرات طبية داخلية تروح تكلف وناس وتثبت لأن راح يقاضيك إذا قلت دواك ما يعالج أو دواك يسبب أمراض سرطانية راح يقاضيك يقول لك تعال تجلد الشو سمعتي. هاي شو يسموه؟ يسموها معلومات مضللة. تذكرون بكورونا طقطق حرمل سوي فلان شيء شرب جقاير كذا كذا هاي المعلومات اللي انتشرت. اليوم احنا جاي نعاني كنا نعرف صفار البيض يسوي كوليسترول والبياض زين. هسه انقلبت الصفار يعالج الفلان فلان فلان وما بالكوليسترول والبياض مو زين. قبل الدهون الحيوانيه مؤذيه وتسوي انسداد بالشرايين. هسه يقول لك لا الدهون النباتيه كانوا مقشمريك بذاك الوقت. بس انا وياك ايش مدرينا شلون نثبت. هسه دا يقول لك خلنا ناخذ ابسط مثال قليل. امريكا بدات تتحشد ودخلت وسيطرت وسوت ازدار على قواعد بغداد وبالمحافظات وتريد تقتل الحشد وتقتل قاده الحشد وقطعت حدود سوريا واحنا موشكين على حرب واحنا موشكين على كذا. لكن منو اللي يقدر يثبت هاي المعلومه صحيحه؟ منو شاف الامريكان؟ حتى المقاطع اللي تنشر منو قال هاي المقاطع مال اليوم او مال قبل ثلاث سنوات او مال قبل خمس سنوات من حشدت امريكا عليك؟ بس انا ما دافع على هاي بس لا المعلومه حتى تكون معلومه منصفه. الدولار ليش جاي يصعد وينزل؟ بسبب التضليل المعلوماتي.
إذا المشاهد الكرام بالتالي مثل ما شفتوا الدورة التدريبية أو الندوة الحوارية يعني بالنسبة لي أعتبرها درس مجاني لكل المشاهدين لكل العوائل خصوصا تجاه موضوع خطر جاي واجه المجتمع العراقي بموضوعية تضليل المعلومات وكذلك أنه بعض أصحاب المحتوى الهابط. اليوم الوزارة الداخلية بجميع كوادرها مع بالتعاون مع منظمة اليونسكو ايضا يعملون بشكل جاد عن هذا الموضوع واصلاح الموضوع. نتامل ونتمنى انه خلال الفتره المقبله يعني نرتقي بمجتمعنا وبمحتوانا خصوصا اصحاب المحتوى الهابط. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.